مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده وساخنه من برنامج اللعيب على ام بي سي مصر. النهارده طبعا كان عندنا مباراتين مهمين جدا جدا جدا. الزمالك بيعود مره اخرى للصداره وليس وحيدا بل مع بيراميدز. بيراميدز النهارده بيتفوق على النادي الاهلي كلاكيت تاني مره. اول مره نادي يتفوق على النادي الاهلي في موسم واحد في مجموع المباراتين منذ عام 2014 وهزيمة الأهلي على يد الداخلية في الدور الأول والدور الثاني. مباراة النهاردة كانت مباراة تكتيكية من الدرجة الأولى رغم غياب خربين وغياب بنافنتي من بيراميدز، لكن شفنا تفوق كبير جدا لبيراميدز النهاردة. شفنا لعيبة واقفين على الأرض بشكل كويس جدا. شفنا الأهلي مش هو الأهلي، الأهلي منذ هزيمة النادي الأهلي من سان داونز بخمس أهداف مش هو النادي الأهلي. لاسارتي علامات استفهام كبيرة جدا في التشكيل، في الأداء، في التكتيك، في إن هو ما قدرش يجاري دياز الراجل يعني اللي كان ليه بصمات كبيرة جدا جدا. وأنا قلت لكم إن بيراميدز جاي من تحت، يعني محدش خد باله من الكلام، لكن لسه بدري جدا على حسم الدوري المصري، لسه بدري جدا على حسم الدوري. مباراة بثلاث نقاط لكنها مباراة هامة جدا جدا لبيراميدز. لأول مرة يشارك نادي الزمالك وبفارق الأهداف فقط في قمة الدوري المصري. كينو بيجبر النادي الأهلي التخلي عن صدارة الدوري اللي استمرت لمدة أسبوع فقط لا غير. طيب في البداية معنا مكالمة مهمة.